مجدا مجدا للرب. وانا برنم الترنيمه دي افتكرت قصه المرابي. فاكرين قصه المرابي؟ عبدك زوجي كان يخاف الرب. بس المرابي موجود على بيوت كتيره. بس باسم الرب يسوع المسيح مفيش مرابي يخش بيوتنا. مفيش مرابي على اولادنا باسم يسوع. وتبقى الليله مش عارف عايز اقول الجمله دي كده، ليله الاستجابات الليله. حاجات كده متحوشه من الرب فاتحها في الاجتماع ده يقول لك انت تطلع بيها النهارده، تخرج بيها. كم حد مستني دي؟ ليله الاستجابات الليله. الله بيدعمني ويسندني في وسط الازمه، بينجدني. انا مش وحدي. واذا كنتم فاكريني لوحدي، تروح زوجة رجل الله تروح لإليشع يقول لها روحي كده وانت معاكي دهنة زي، انت مش لوحدك، انا مش وحدي، ده اللي معايا سيدي الاكوان. الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بين، يلا قولوا الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بينجدني. وإن كان واردته في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني. مش حاجة تطمن طبعا طبعا، تطمن والجاي متأمن بالإيمان يتأمن. مش حاجة تطمن طبعا طبعا، بتطمن والجاي متأمن. أيوة معاه متأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان؟ وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوام؟ يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان؟ وإزاي أحزن لو فرقوني؟ قول. وإذا كنتم شايفين واحد، أنا مش واحد، ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان. ما تقولش كتيرة وقليل، لا تعد من يد وسيلة. ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعد من يد وشايل شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر. مرة تاني. ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعد من سيدي وسيلة. ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعد من يد وسيلة. شايل أركان الكون كله وعرفها بأصغر تفصيلة. مش حاجة تطمن طبعا طبعا، بتطمن والجاي متأمن طبعا طبعا يتأمن. مش حاجة تطمن طبعا طبعا، بتطمن والجاي متأمن طبعا طبعا يتأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان؟ وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان؟ يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان؟ وإزاي أحزن لو فرقوا، يلا بقوة. وإذا كنتم شايفين واحد، أنا مش واحد، ده اللي معاه